ما نسمعنا فيه. راح نسحب والله حمزة. ليه 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 نسيها سعد يا ذي خممت فيها ذي انسحاب نسيها سعد. انسى. شنو اسمه انسحب؟ أنا خممت ضفت أنا. لا مش ضفت. ضفت؟ لا. ضفت؟ لا 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 ما فيش فيش حق. مش حق اسمعني. والله ما في حق. اسمعني. اوكي انا 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 انا, أنا غلطت اوكي هلا صار الحق كان لي صار علي اوكي اوكي بس بكل شيء قبل كان فسلك انا ما عمري ما جيت يقول لك اشخاص كل شاهينز مريهان سعد الكل ما كل شخص كل زعلوا عليش زعلوا ظلوم بدك تضلك بمحلك اذا بتقول شو دخل انا ماشي عم بقول هيك كيف شو دخل كيف شو 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 عم بنحكى بعد كل اللي صار هلا مش واقف هون مستعد احكي معك مع انه انت كذبت على لساني يا محمد كذبت على لساني قدام الكل ليش انت شو قلت لي انت شو قلت لي انا قلت لك انت بتمثل قدام مدام رولا انا قلت لك هالجمله بالذات انا بقول لك شرط على اللي هم بيحكوه علي بيحكون انه انا اللي بحكي مش صح ما شفته ما قال انه انت قلت لي هيك قلتها محمد الا على حظي يا زلمه شفت هاي عيلتك هاي بما معناه بما معناه طبعا طبعا قلت لي هيك انا كيف قلت لك محمد بدي احكيك اياها بكل صراحه ما بتعرف مين رفيقك وما لك رفيق بكل صراحه لانه انت عم بتصب شفت بدك هلا بدك تعمل كم مشكله محمد خلي احكي الصراحه بربي لحظه كل واحد خلي احكي كل واحد هون عنده مشكله معك كل واحد عنده مشكله معك كان عليه الحق عليك الحق ما اختلفنا كل واحد عنده مشكله حق بس وقت ما انا عرفت ما انا جربت وانا متاكد انه اللي كان لاي شخص منهم ما انه ما حل المشكله معك مثل ما انا حليتها معي لو اي واحد منهم يعني شو بدي اقول لك جربتك محمد انا جربتك صارت المشكله بيناتنا وعرفت كيف نسيت كل اللي بيناتنا بلحظه نسيت كل اللي بيناتنا اتهمتني اتهامات قلت لي انت كذا 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 بلشت تتهدد هاي اللي صار بلش اسمعني اتهامات ونسيت كل شيء نسيت انه انا والله انا اذا نادر هلا اتخانق معي اذا خليني اقول لك شيء اذا نادر او امل تخانقوا معي بشكل طبيعي كبير عالي ما باجي انا بنسى كل اللي كان قبل لانه بصير بوزن بقول انا طب هلا انا انسى كل الايام الماضي كيف كنا مع بعض صارت هلا معناتها شيء ثاني طب بليز عيلتك انه بتنسى كل اللي راح تطلع باللحظه صارت هلا انا وياك مشكله يعني هلا انت مين انت بعدني سالك عندك شك انه انا بعزك قلت لي ما بعرف تخيل يا زلمه تخيل انا ويلي بعدني واقف هون طب اجي تخيل نحن نكرهوك اصلا شو بدي اعصف ما في شخص يعني ليه بدي ازعل انا لحظه ما في شخص انا نحب نقول له حاجه يا محمد اصلا الاساتذه جايين لهنا مش يحكيوا معك في موضوع يزمه كذا ما تحطها بينه والله يزم يحطها بينه وبين مخه ويحكي معاه شوف الكلنا قاعدين نحب نلقاو حل اذيه يزمك ما تنسى يا محمد انا بحبوك انا ضدك هم الاساتذه ايش خفسر لك انا في بلاصه انا مثلا انا الاساتذه ايش خفسر لك ايش خفسر تو الاساتذه جاي يحبوا يلقاو حل كان جات مدام رولا ما تحبش تلقى حتى تقول له برا يمشي روح هذاك مقلق على 7000 بشر يمشي روح انا اللي بشر بدي يحبوك بشر بدي يحبوك كل يحبوك يعني والله يحبوك والله لو واحد فيهم يكرهك والله لو واحد فيهم دي بتاخذ سؤنيه ليه خور حد بيه والله لو واحد فيهم يكرهك انا تخيلني نكرهك انا شبيني وبينك انا طابش نقعد ننصحك ولا هذا شبيني ولا انا وهلا بعد الزلم انت بتعزني على اللي ما بعرف وبعدني واقف تخيل انت معناتها نحن نكرهوك اخذ لنا نكرهك انا شيء ما بيناتنا مهما قلت ومهما عملت ونعرفك وديما نقول يجيو لهما يجيو يحكي يقول لهم لي راه محمد قلبه به راهو عنده ان بونفون راهو درشنيه راهو جي خدام صحابك الكل تقول لهم ديزولي علي صار الكل انا في بلاصتك تو ندخل روحي نحاول نحبب روحي في وسط مش نزيد نكره مش عبد الله وحتى عبد الله بيحب يشهرب عليك خلينا نحكي زعما مش نقول مش بوس عبد الله مش بوس براسه من بوس عبد الله براسه ومسحب الكل يقول لهم ديزولي نبدا صفحه جديده انا ما كنت ما نحكي معاهم انا اصلا بعد اللي صار والله ما نحكي معاهم السهل هاي بدي اقول له شغله ثانيه محمد هي مش قصه والله نتصالح مع بعض وكذا لانه كلنا بنتصالح مع بعض بس بالنهايه محمد انه كيف بدنا نصير نتعامل مع بعض ما تفكر ما تحط بعقلك ايه يعني مثلا انا هلا مثلا انت بتعرف انه ليك كلنا بنحبهم بعضهم اذا خيك شخص بحبك منها الله يسامحه كل واحد ياخده على قدني حلو وسع بالك بس بدي اقول لك اياه انه بس بدك تعرف كيف ما بعرف يمكن ليك كل أشخاص عندهم شغلة ما منيحة بشخصيته صح ولا لا مش كل شخص عنده علة بشخصيته أنا عندي علة كذا هو عنده علة دفو أنت عندك علة علتك إنه لما يصير في أي شيء بتاخدها بطريقة تانية تاخد كل حاجة بسوء النية تاخد شيء بسوء النية وليك وإنسى إنسى إنسى إنه في إحنا قاعدين هون عن جد هاي كمان شغلة إنسى إنه إحنا قاعدين كذا ممكن أنا بكرة الحكي 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 البرم يا خي كل واحد ليك أنت فيك ما حدا بيحكي إلا عنك يعني خليك حدا بيحكي إلا عنك شو
محمد محمد شو؟ محمد تحب تكمل تحب تكمل تحب توصل ولا بالحق تحب توصل راهو يزمك تعرف تلقى طريقه وانا مش اليوم جيت حكيت فيك في الموضوع هذايا ومش البارح انا هذا اللي صار عندي أنا عندي من انا من اول دخلت كل هذا كلش كلش بسيبش اليوم قبل وشهر وهذا كل هذا الحكي انا بتعرف هلا المنظومه انه بحياتي كله ما عمري صار معك ولا بصير معك بس شنصت معي ما بعرف ايش عم بصير ما حدا بس ما بعرف ايش الاشياء فكرك صايره معنا على الاشياء احنا يعني مثلا بحياتنا العاديه ما صار انا ما بعرف شو عم بصير بس يا حبيب قلبي انت كل الاشخاص ممكن اوكي بنقروا امرار عليك مثلا او انه مثل ما عم تحكي بيجي بتكون قاعد محمد كل الشخص بيجي بيعمل هيك عشان تعرف ليه عشان ماخذ موقف منك يا محمد ماخذ موقف منك بكون مثلا مثل امل بس لو ما هي بتصبر 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 ايه بتصبر وانا عم بصبر بعد يا اخوي الوقت ايش الوقت بشي شي نهار انا مش نفد هكا ولا بالضبط هيك فهمني فهمني خلاص هون يمكن خلاهم اديا خلاص اخذوا وبعدين يمكن ما كانوا يمكن بينه وبينك وبينهم كثير مثلا مثل بعض اشخاص فعشان هيك فصارت انه اي شيء صار ضايقين بخلاق بعد مطالعه زاهر حللت امال محلاوي شخصيه محمد وقدمت له نصايح وتشخيص اولي عندك خلل عقلي انت عندي نورمال في مخي والله والله ما عندي نورمال ما نمشي شفت طبيب نفساني ولا العظيم والله دراسه والله والله شفت طبيب نفساني وجعي مزانيه يا راشد اشكالك ولا بتشوف طبيب نفساني بلاتي سوانية ولا العظيم اشكالك بتشوف أشكالي 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 أقول لك أقول لك شيء بدي يمكن أشكالي يمكن خاطر قاعدين ينصحوا في واحد كيفك اللي قاعد تعمل فيه طلب بالحق لأنه أنا مش زلمة أنا مش زلمة مقصود مش هيك حدا قصد أقول لك شغلة شفت كل اللي صار هذا والله ما زعلان مش ندمان ما أخذت حقي شو ألبس اسمعي الدنيا برا برد ولا لا والله ما خرجتش ما خرجتش لبرا باش نشوف الدنيا برا برد ولا لحظه تنقل الكنترول نخرج لحظه نشوف شنو هي الطقس باش محمد قويدر يعني باش محمد قتي زي من الذهبيل نتاعك ولا متخلف يا الله استقلك استقلك يا تربي استقلك قديش من كاسينج عملته انت باش توصل لهنا قديش وصلت حاربت انت باش توصل لهنا قديش ذكر انت شنو عملت باش توصل لهنا ما عشان هيك هلا بدي ارجع انا رافع راسي والله كل هذا عليك اللي عملته تقعد لهنا انت راسك كل هذا اللي عملته كي تقعد لهنا انت راسك ماهوش مرفوع ولا لا ليه ماهوش مرفوع خويا دبر راسك ما تحبش تستعرف انت تغلط غلطة ما تحبش تستعرف بها ليش تضعف ليش روحك ليك تحكي مع حلاوي حبيبتي امورك حلاوي حبيبتي ليه تقولي امورك ربي محمد خليك اوكي مثل ما تمشي اسمي من حقيزي والله من حقيزي لا والله خلص والله مبسوط والله بعد كذا بنضلنا باصحابك بس خلص رايك لما يحكي مع ابي يشرح له ابي ولا ما بتحط ثيابك بتخليك شو عامل بالله بوك عاد فيك ثقه ويريد كل ما عشان هيك انا عم بحكي خليك راجل خليك كما يريد ان اعطيك ثقه فهمت خليك انا ارجع عيد الكلام لك وتعرف عندك كسول تعرف عندك نخليك يزي ولك لا ولك شو وعلى الأرض رجل ليك ما أحلى هذا الدبلة متنايم حدك يا أحلى كمان مزيان يا حقيقي شو بتسوي كدول أصلا ضببهم من قبل لك هلا شو عم بتطلع أدي مزيان بالحق نحكمك بالحق يتعم فيه غلط يتعم فيه كله غلط وأنا ليك ثاني أنت شو قال كان أنت ترجع محمد الباهي تويت أخل هل راجع محمد الباهي هاي هيك هل راجع محمد الباهي في رجل تدري يا محمد بهني معنا احنا قصدك هون اصحابك نادر وزهر طب انا باهي يعني كل شيء بس عمره ما كان نادر وزهر ضدك والله عمره كذا ولا انقلب ضدك بس احنا نحكي الحقيقه انت تحليت بكره ورس محمد طب لما مدام رولا سالت طب لما مدام رولا يا نادر سالت واحد انت بتتزعجوا لما تكونوا بتاكلوا هذا كلكم واحد ليك تكذب عليك طب عمرك قلت لي انت قلنا لك سعد يا ما قلنا لك محمد تعزف سعد يقول كزي تقنا من بعضنا يقول لك كزي بس اني صراحه مش ننزعج من هالدرجه انا صراحه بنزعج مو كثير صراحه والله بنزعج لانه نفسي اسمعني ساعات الناس في جيتاري ساعات امرين جدد صراحه ساعات هذا الجيتاري يقول لي اسكت خلي اسكت يا بقول اسكت نزعج قول اسكت تقولي اسكت عاد نزل الجيتار ايه بقول لك اسكت ليه بحاول بالحق يقول اسكت ما بشوش تقولي اسكت تقولي خلينا نقعد تو ميك لا تقولي
نازف قتال واسم اسكت. لا في مكان من اخوش فانا خلاص روح رافع راس بلدي. طب هلا بلدك رح يكون زعلان. بلد بلدك لا لا اذا انسحبت اذا انسحبت كنت بدك تقول لي لا ما تطلع. لا بالعكس قول حاجه قول حاجه كلم بوك بوك هذيك قرار قول كلم بوك سبعرفت قول كنترول قول كنترول قول كنترول خليني كلم بابا هاك بابا اوكي هلا صحيح بوك بوك تقول ايش تعمل.